من الخرطوم ينضم إلينا سيد يوسف الجلال المحلل السياسي. سيد يوسف، كيف تقيم البداية بعد اجتماعات اليوم على مستوى المجلس السيادي والسيد حمدوك لتشكيل حكومته في أول يوم من تاريخ السودان الجديد؟ وواضح جدا أن حمدوك جاء بعد أن اطلع جيدا على الكتالوج الذي عده بنفسه وربما ببعض معاونيه من المستشارين من ذوي الخبرة والكفاءة. الرجل جاء وابتدر مشروعه وبرنامجه في الوزارة بمخاطبة عاطفة السودانيين وقلوبهم ومشاعرهم. ابتداء الشعب السوداني شعب ميال ليتعامل بصورة عاطفية أكثر من مما يجب، لذلك الرجل رأى أن يمضي في هذا المسار من خلال اللقاء أولا بقادة الاحتجاج، تجمع المهنيين الذي نظم وقاد المظاهرات التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير، ثم بعد ذلك اتجه غربا ناحية دار حزب الأمة منزل السيد الصايغ المهدي، حيث التقى قيادات قوى الحرية والتغيير، وهي رسالة أيضا فيها تحايا ورد جميل للذين رشحوه ووثقوا فيه وقدموه للشعب السوداني رئيسا لوزراء الثورة والفترة الانتقالية. أيضا الرجل مضى في ذات الخطوة التي تخاطب عاطفة الشعب السوداني، حيث التقى أيضا بأسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة والظافرة، وهو لقاء اتسم بشفافية وبموضوعية. طيب في هذه المرحلة بالتحديد سيد يوسف، وافرة بأنه ماض في عملية اختيار الأسماء، العدالة، ما هي النقاط التي يمكن أن تجدد الخلاف مرة أخرى أثناء تشكيل الحكومة؟ وهناك على غير العادة اتفاق أو ملامح أو إطار عام للشخصيات المناط بها الترشح للوزارة، على عكس ما جرى في المجلس السيادي. شهدنا حالة من الارتباك وحالة من عدم الاتزان والوعي السياسي في تشكيل المجلس السيادي. الآن الرجل الدكتور أحمد عبد الله حمدوك قال بصريح العبارة إن أي أسماء تصله من قوى إعلان الحرية والتغيير لشغل المناصب الوزارية ما لم تكن مؤهلة بالدرجة المطلوبة وما لم تتوفر فيها الشروط المطلوبة فإنه سيقوم باستبعادها غير عابه ولا مبال بأي ردود أفعال. طيب الرجل أعطى، هل نتوقع صعوبة لن ينصاع لرغبة قوى إعلان الحرية والتغيير؟ سيد يوسف، هل نتوقع صعوبة في اختيار الوزراء دون المستوى؟ هل نتوقع صعوبة في اختيار أسماء الوزراء نظرا لكثرة الأحزاب والحركات السياسية المنضوية تحت الحرية والتغيير؟ غير إعلان الحرية والتغيير تجاوزت أخطاء المرحلة الماضية، وضعت إطار عام. الآن هناك لجنة فنية تتبع بالمجلس القيادي لغوى إعلان الحرية والتغيير لتحديد الإطار العام لشاغلي المناصب الدستورية. هذه خطوة مهمة جدا تقلل النقاش وتحصر الترشيحات في إطار ضيق جدا. هناك أنباء عن تسليم حمدوك لثلاثة أسماء لكل وزارة ليختار منها، وهي قائمة ربما تتوافر فيها كثير من المتطلبات. قوى إعلان الحرية والتغيير حاولت تجاوز الأخطاء الكارثية التي وقعت في تسمية المجلس السيادي ومضت لوضع إطار هام وإطار عام. طيب، وبروفايل للأشخاص المرشحين. على الجانب الآخر، إلى أي مدى اشتباكات بورت سودان وما أدت إليه من إصابات يعد اختبارا عمليا لمجلس السيادة الذي أدى اليمين الدستورية بالأمس فقط؟ وكل هذه تمصهرات من الأمراض المزمنة التي وضع فيها نظام الرئيس المعزول عمر البشير البلاد والشعب السوداني. النبرة الطائفية والقبلية والجهوية استعلت كثيرا وحدثت لها عملية منهجة من قبل النظام الذي كان يعلي قادة القبائل ويعلي الإدارة الأهلية لتحقيق مراميه في عمليات تخدير الشعب السوداني من خلال أطروحة إسلامية أو دينية زائفة، ومن خلال رؤية متصلة بمناطقية كذوبة وبعلاقات مشوهة مع رجالات الإدارة الأهلية في زمن تصعد فيه النسب المتعلمين ويتراجع فيه الأميين، ومع ذلك يعلي النظام السابق من وجود الإدارة الأهلية التي أودت البلاد بصورة كبيرة إلى موارد الهلاك. شكرا جزيلا لك سيد يوسف الجلال المحلل السياسي، كنت معنا من الخرطوم.